ايضا في قرار مهم جدا وقرار تربوي من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بخصوص اللاعب عربي بدر. احنا هنا في برنامج الاشبال دايما بنتكلم عن الايجابيات، دايما بنسلط الضوء على المواهب اللي داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عربي بدر من اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنها ومن اول الناس اللي احنا قدمناها لكل الجماهير، ما شاء الله خلال الفتره اللي فاتت دايما بيطلع الفريق الاول، دايما بيشارك في التدريبات مع ريني فايلر، وايضا بيشارك في المباريات الوديه. وايضا عربي بدر من اللعيبه المميزه كمان اللي بتنضم الى منتخب مصر الشباب مع الكابتن ربيع ياسين. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه قرار تربوي وقرار مهم جدا. عربي بدر في احدى المباريات في بطوله الجمهوريه مع فريقه 2001 كان اعترض على الحكم بشكل غير لائق، الحكم اداله كارت احمر، تم ايقافه 3 مباريات. توقف الـ3 مباريات، لما رجع مره اخرى لفريقه عشان يلعب برضه كرر نفس الخطا مع اول مباراه ليه كانت مع حرس الحدود ضد النادي الاهلي، برضه كرر نفس الخطا، برضه اعتراضه على الحكم بشكل غير لائق، الحكم اداله كارت احمد، ايضا ايقافه 3 أو 4 مباريات. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي علم بالواقع وعرف بالواقع، النهارده تدخل علشان يكون في قرار تربوي علشان نحمي لعيب او نحافظ على لعيب او نوجه لعيب مهم ولعيب ناشئ وصاعد زي عربي بدر. فمن هنا بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ، واتمنى ان عربي بدر يعني يتعلم الدرس بدري، وهو ما شاء الله خامه كويسه وخامه مبشره، وان شاء الله يكون يرجع مره تانية للفريق الاول ويتعلم من الدرس المهم ده.